حاجه في الاهلي والزمالك ان هم يقولوا حاجه للناس، واصعب حاجه انك تقول للناس كلها انك مش قادر انك تتحمل مرتب لاعب، ودي حاجه صعبه جدا انك تطلع تعترف بيها. ليه؟ لان انت وقتها بتبسط الامور للناس وبتقول للناس على الحقيقه كامله، وبتقول لهم يا جماعه الزمالك مش قادر يتحمل مرتب فرجاني ساسي لوحده، فعشان كده احنا مضطرين ان احنا نبيع فرجاني ساسي ونستفاد منه ماديا. وقتها الناس هتكون مهيئه خلاص ان انت ما معكش فلوس تجدد لفرجاني. ما المشكله بقى لما بتقعد تمطر، المشكله بقى لما بتقعد تقول للناس لا يا جماعه احنا عايزين نجدد اللاعب، احنا ما عندناش اي مشكله ان احنا نوصل التواصل مع اللاعب لاي اتفاقيات ماديه، وكمان تروح تجيب لي راجل اعمال جديد في اللجنه بتاعت حسن لبيب الجديد اللي ماسك النادي اللي هو الاستاذ هاني بيريزي، وتقول لي الراجل ده هيجدد لفرجاني ساسي واعلانات شركه مورتو وكلام كتير قوي انا ما صدقش منه اي حاجه. ليه بقى؟ لان كل ده انا عارف ان هو فيستك ومفيش اي حاجه منه هتكون حقيقيه، والتجديد لفرجاني ساسي علشان خاطر شركه مورتو تعمل معاه اعلانات وفرجاني هيوصل للرقم اللي هو عايزه، لا الكلام ده مش حقيقي تماما، لان فرجاني كانت عنده مشكله اساسيه وهي المستحقات المتاخره، الفلوس اللي هو ما كانش بياخدها من فتره طويله، والكلام ده كان في ايام مرتضى منصور الاسد والدرع والسيف، والكلام ده برده اللي احنا بنتكلم فيه بقى لنا كتير، اللي هو مرتضى منصور يا جماعه سايب ارث وسايب تركه من هنا ب 60 نيله في نادي الزمالك، في فلوس كتيره كانت اللعيبه ليها عند الاداره، والاداره مع ذلك كانت بتماطل، وفرجاني كان واحد من ضمن اللعيبه اللي لها فلوس عند الاداره، ففرجاني كان عنده مشكله مع المستحقات المتاخره وعنده مشكله مع التجديد والرقم اللي هو عايزه، لان الرقم اللي هو عايزه كان صعب على اداره الزمالك ان هي تتحمله. فدي الحاجه اللي اداره الزمالك كانت مفترض ان هي تتفطنها وتقرر ان هي تبيع فرجاني ساسي، تطلع تقول للناس يا جماعه انا عايز استفاد من عقد فرجاني ساسي واخر 6 شهور باقيين في عقد فرجاني، احنا هنبيعهم ولو جالنا اي رقم احنا المستفيدين. انما حته ان احنا نتكلم على التجديد لفرجاني والارقام اللي فرجاني هيطلبها مش هنقدر ان احنا نحققها ليه، مش هنقدر ان احنا نسددها ليه، وقتها بقى ده تسويح الناس. زي تسويح الناس بالظبط في قضيه رمضان صبحي لما الاهلي رفض ان هو يقول للناس الحقيقه ان احنا مش هنقدر نتحمل تكاليف انتقال رمضان صبحي وتكاليف التعاقد معاه والفلوس اللي هو هياخدها كراتب ليه، وقتها طلعوا ولد خاين وطلعوا الولد حوارات كتيره جدا مش هنقعد نتكلم فيها دلوقتي. برضو نفس اللي بيحصل مع فرجاني. فرجاني ساسي وهو مسافر تونس وانضمام للمنتخب والكلام عن الماتشات الوديه بدا يطلع كلام من ساعتين حوالين ان الريان القطري ودي حيل بيخلصوا فرجاني والاثنين بيعلوا على بعض، وفرجاني ساسي دلوقتي بدا يتكلموا على حته فرجاني هياخد 3 مليون يورو في الموسم. 3 مليون يورو فرجاني هنا في مصر كان بيتكلم في 2 مليون و2 مليون وربع، وقتها كان بيتقال ان ده رقم فلكي، تخيل بقى الرقم الفلكي ده هو هياخد هناك زياده عنه في قطر. فده لعيب محترف، طبيعه اللعيب المحترف ان هو بيدور على الاموال، الموضوع الحب والكره والكلام ده عند الجمهور، انما اللعيب المحترف الاموال اهم حاجه بالنسبه له. فرجاني هيقول نفس الكلام اللي كان بيقوله هنا في الزمالك هناك في قطر، هيقول لك انا مواليد الدحيل يا باشا، انا كنت بشجع الدحيل دول من ايام ما كانوا الجيش وكانوا ناديين فو وكانوا الاخويا وناديين فو بقى، كنت بشجع جدا الارتباط الكياني ده، وهيطلع هناك ان هو راجل كان بيحب الدحيل ومتابع الدحيل. ده لو انتقل للدحيل، انما لو انتقل للريان هيقول لك انا كنت متابع الريان من زمان جدا. ليه؟ لان ده راس مال اللعيب اللي هو الكذب على الجمهور، وان هو يحاول يوصل لقلوب الجمهور عشان خاطر لما بتوصل لقلوب الجمهور وقتها الجمهور بيضغط على الاداره، فالاداره بتحاول انها تنفذ لك طلباتك علشان خاطر انت بقيت لعيب محبوب. المشكله بقى عندنا في مصر ان انت ما بتحاولش انك تعمل اي حاجه، الجمهور بيحبك لوحده، فالجمهور بيطبل لك لوحده، فالجمهور بيصنع لك تماثيل عجوه لوحدها، فبتلاقي ان انت خلاص بقى الاداره مضغوط عليها، ولو قرروا يبيعوك هيبقوا كده خونه وعملاء وفيهم العبه. المشكله بقى انك كاداره بتخاف، تخاف تقول للناس الحقيقه اللي هو يا جماعه انا مش هقدر احافظ على فرجاني، فوقتها يقول لك لا انت اداره فاشله. دي بقى اللي وضع الجمهور نادي الزمالك حاليا، لان جمهور نادي الزمالك كان قاعد الاسبوع اللي فات خلاص يا جماعه احنا مجددين لفرجاني وفرجاني كمان معانا لحد 2024، النهارده نطلع فرجاني رايح الريان القطري، ايه يا جماعه اللي بيحصل ده؟ معلش عزيزي انت عايش في مصر، يعني طبيعي جدا ان انت يعني بيضحك علينا في كل حاجه كل يوم ونلاقي ان في حاجات بتحصل وعكسها، فبتتفاجئ ليه يا اسطى؟ انت مش عايش معانا في البلد ولا ايه؟ اما بقى ان انت زعلان من فرجاني، فانا قلت لك في البدايه هو اللعيب الاجنبي بيكذب عليك علشان خاطر انت تحبه، فوقتها تكون انت سلاح عنده عشان السلاح ده يحقق له مطالبه الشخصيه، وطالما مطالبه الشخصيه لها مكان تاني فخلاص هو مش محتاجك، وهي دي المشكله اللي بتزعل الناس حاليا لما اللعيب اللي هي بتحبه يطلع بيكذب عليها. بس يا جماعه هو ده رسم لعيب الكوره ان هو يكذب عليك، ولما بيكذب عليك انت بتحقق له اللي هو عايزه. فهمت ولا لسه ما فهمتش؟ اما لو انت شايف ان فرجاني ساسي في مؤامره كونيه علشان خاطر ما يجددش مع نادي الزمالك، وانت متابع بوستات ايطاليا زملكاوي اللي هي قالت من 10 ساعات ان المفتي هيقول ان تجديد فرجاني ساسي حرام علشان خاطر كانوا متاكدين كويس قوي ان فرجاني مش هيجدد وفرجاني ماشي، وانت مصدق الناس دي؟ لا يا اسطى يبقى كده المشكله عندك انت، وش مش المشكله عندي او المشكله عند فرجاني او المشكله عند الاداره، هي المشكله كلها في المنظومه اللي احنا قاعدين فيها في الكره المصريه، المنظومه اللي بتخليك تصدق اي كلام حوالين مؤامرات وكلام كتير جدا، مع ان كل ده بيقول لك حاجه واحده بس ان انت بترفض الحقيقه، فلما ترفض الحقيقه وقتها بيبداوا يصنعوا لك الوهم، فلما يصنعوا لك الوهم انت بتمشي مع الوهم، وهي دي المشكله بتاعتك انك مشيت مع الوهم بقى، فلما مشيت مع الوهم بتاع هاني بيريزي ومولتو ان هم يجددوا فرجاني البس يا اسطى.
البس يا اسطى بجد والله. ولو يا ريت لما تلبس كده تعمل لايك للفيديو اللي عجبك، ولو ما عجبكش اعمل ديسلايك واشتم في الكومنتات قول اللي انت عايزه. بس مع الاسف تذكر ان احنا هنا في الرياضه المصريه بنتفرج على اكبر كذبه سنويه كل سنه بنصدقها هي بنفس كل العجب.